أخذنا أعزائي الطلبة بعد ما جعلنا العنصر A33 مساويا للواحد باستخدام هذه العلاقة الرياضية. الآن نجي أنه كيف نجعل A23 والA13 هي مساوين للصفر. أيضا راح نستخدم هذه العلاقتين الرياضيتين لجعل A23 هو A13 مساوية للصفر. فبعد تطبيق هذه العلاقتين الرياضية يعني حتى أجعل هذا العنصر وهذا العنصر مساويين للصفر راح أطبق هذه العلاقتين الرياضية، وبعد تطبيق هذه العلاقتين الرياضية راح نحصل على الشكل النهائي للأجومنتد ماتريكس، واللي كما أسلفنا الذكر في بداية المحاضرة أنه يجب التحويل للأجومنتد ماتريكس إلى هذا الشكل، وفعلا حصلنا على الشكل النهائي، بحيث من هذا الشكل للمصفوفة الموسعة راح نحصل على قيمة الاكس 1 هذه اللي راح يساوينا، يعني الاكس 1 راح يساوينا C1 تربل داش، والC2 هنا عندنا من الصف الثاني راح يساوينا C2 تربل داش، وعندنا C3 راح يساوينا الاكس 3 راح يساوينا C3 تربل داش، وهو المطلوب. طبعا احنا هدفنا كنا بالبداية يعني هدفنا هو حل نظام من المعادلات الخطية، اي شنو ايجاد قيمة الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 واللي هي موضحة امامكم. هسه احنا تطبيق لهذه الخوارزمية ولهذه الطريقة راح ناخذ هذا الاكزامبل مثال solve حل the following system of linear equations، حل نظام الآتي من المعادلات الخطية by using باستخدام Gauss-Jordan elimination method. إذن مطلوب من عندي أن أحل هذا النظام من المعادلات الخطية باستخدام طريقة Gauss-Jordan elimination method، باستخدام طريقة Gauss-Jordan للحذف. إذن هذا هو النظام معادلات، والمطلوب من عندي أن أستخدم طريقة Gauss-Jordan elimination method في لحل هذا النظام من المعادلات. يعني أذكر أنه لما نقول حل نظام المعادلات يعني إيجاد قيمة الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. احنا ذكرنا solution الحل، ذكرنا في بداية المحاضرة انه هذا النظام من المعادلات يكتب بشكل augmented matrix بهذا الشكل، هذا نسميه augmented matrix اي المصفوفة الموسعة، وقلنا عناصر هذه المصفوفة الموسعة هي معاملات الاكس 1. هسه هنا معامل الاكس 1 بالمعادلة الاولى شقد 3، وضعنا 3، هنا معاملها -6، هنا 7، خلينا 7، وهذا الحد المطلق يكون هنا. طبعا يفصل بين معاملات الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 والحدود المطلقة، هذا الخط المنقط. زين نجي على المعادلة الثانية، معامل اكس 1 شقد 9، هاي تكتب 9. شوف تلاحظ هنا الاكس 2 يعني مو موجوده، يعني هذا يعني انه الاكس 2 معاملها شقد 0، فاذا تكتب هنا 0 لان هنا مو موجوده الاكس 2، فهذا يعني ان معاملها 0. معامل الاكس 3 -5 والحد المطلق 3. نيجي هنا معامل الاكس 1 شقد 5، معامل الاكس 2 -8، ومعامل الاكس 3 6، والحد المطلق هو -4. احنا قلنا بالبداية شو نسوي، اول شيء نجعل
نجعل هذا العنصر يساوي واحد، يعني راح نقسم عناصر الار 1 عليما على 3، يعني نقسم كل هذه العناصر على 3 فحصلنا على هاي القيم. بعدها الخطوة اللي بعدها انه شلون اجعل هذه التسعة والخمسة اصفار، فنطبق القواعد الرياضية اللي استخدمناها. طبعا هنا هذه قاعدة رياضية، وبهذه باستخدام هذه القاعدتين الرياضية راح نحصل على هذه الاجمنتد ماتريكس مالتنا، راح تكون بهالشكل. بعد احنا نريد نجعل هذا العنصر يساوي واحد، اي اقسم جميع عناصر الار 2 اليمن على 18، على هذه 18، فشوف انه حصلنا على الواحد هنا بعد ما صفرنا هاي العنصرين وجعلنا هذه واحد باستخدام القواعد الرياضية هذه اللي شرحناها. الان شلون نجعل هذا العنصر سالب 2 الاثنين يساوي اصفار صفرهم؟ ايضا راح نستخدم هذه القاعدتين الرياضية هذه تخص الصف الاول، يعني هذه القاعدة الرياضية اطبق على الصف الاول هذا حتى شنو اصفر بيها من هو سالب 2. فش راح استقول؟ راح يقول الار 1 هذه الار 1 الجديدة اللي هو هاي حصلنا عليها هي عبارة عن الار 1 القديمة مطروحة من الار 2 لكن بعد ضرب الار 2 بمن سالب 2، وكذلك حتى نصفر هذا نستخدم هاي القاعدة الرياضية تقول الار 3 الجديدة اللي حصلنا عليها هذه الار 3 هي عبارة عن الار 3 القديمة، يعني هاي العنصر عناصر هذه اطرحها منين؟ من الار 2 هذه، لكن بعد ما اضرب الار 2 بمن؟ بالسالب، بعد ما اضربها ب 2. واضح؟ يعني هسه احنا حصلنا على هذه اوجمانتد ماتريكس بتطبيق هذه العلاقتين الرياضية. يعني احنا شلون نجريها؟ مثلا خلينا ناخذ هذه العلاقه الرياضيه، شلون اطبقها؟ شلون قاعد اطبقها؟ يعني انا شلون حولت هذا حصلت على هذه؟ شلون اجي مثلا يقول لي ار 1، يعني كل عناصر الار 1 يعني ابدي بها بالواحد، شو اسوي؟ اطرح الواحد من الزيرو، لكن بعد ما طبعا هنا من بعد ما اضرب الزيرو بمن؟ بالسالب 2، راح يصير زيرو واحد، راح يكون هنا واحد ماينس زيرو، راح شقدس يكون هنا؟ راح يكون عندنا واحد، هذا عنصر هذا واحد، هذه راح تكون زيرو. ليش؟ لان هسه عندنا الار 2 شقد؟ الار 1 هو دي يقول ار 1 يعني سالب 2، وعندي هاي عناصر الار 2 بس هنا الواحد بيش اضربها؟ بالسالب 2. ايش قد راح يصير عندي؟ سالب 2 هاي هنا سالب 2 ايش قد راح يصير عندنا؟ راح يصير سالب موجب 2، فراح شي يساوي لنا؟ راح يساوي لنا صفر. هذا يعني هذا الصفر شلون حصلنا عنه؟ واضح؟ هسه نجي هذا شلون حصلنا عليها؟ هذه حصلنا عليها عندي الار، هسه حسب تطبيق هاي الار 1 اللي هو شيء مثلني هسه هذا العنصر اطرحه منين؟ من العنصر الار 2، لكن بعد قبل لا اطرحه لازم انا ضارب هذا العنصر بمن؟ يعني هذا العنصر اضربه بالسالب 2، فصير عندي 2.333 ماينس 0.1.4
4 ماينس اضربها بالسالب 2، فبعد ما اجى هذه العملية راح احصل على ماينس 1.444. وكذلك بالنسبة للحد المطلق هذا هم ايضا اطبق هاي القاعدة الرياضية احسن. الان ايش عندنا هنا؟ هنا شلون اجعل هذا العنصر واحد، هذا العنصر هذا عندنا العنصر هذا الاخير، هذا شلون اجعله واحد؟ وبقية العناصر اصفار